حضرت رئاسة البوابة توادروس الثاني أول امبارح احتفالية تخريج الدفعة الأولى من دارسي الكتاب المقدس بمركز إيميل التعليم المستمر بالإسكندرية، بحضور لأباء سقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية والقمص أبرام إيميل وكيل عام البطريركية وعدد من الأباء الكهنة. تضمنت الاحتفالية فقرات كثيرة من بينها مجموعة من الترانيم لفريق كورال قلب داود وفيلم تسجيلي عن مركز إيميل التعليم المستمر وكلمة للأب القمص أنطونيوس فهمي المشرف على المركز وانطباعات وأراء الدارسين، واختتمت الكلمات بكلمة قداسة البابا اللي أثنى فيها عن عمل المركز وأشاد بجهود العاملين فيه، وكرم بعدها قدست الفائزين في مسابقة اعرف واقرأ اللي بينظمها المركز بشكل سنوي، وسلم أيضا الخريجين شهادات التخرج. نتابع. شاهد قداسة البابا توادروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء يوم الثلاث احتفالية تخريج الدفعة الأولى من دارسي الكتاب المقدس بمركز إيمي للتعليم المستمر بالأسكندرية، بالإضافة إلى مسابقة اعرف واقرأ اللي بينظمها المركز سنويا. احنا النهاردة بنعمل حفل لتكريم الدارسين معانا في مدرسة للكتاب المقدس عملناها أونلاين، وجدنا الناس عندهم شغف ومحبة واشتياق، وأعلننا عن بدء دراسة تستمر لستين ساعة. 60 ساعة ده رقم كبير بالنسبة للناس اللي بتدرس في جامعات وحاجات متخصصة، رقم 60 ده كبير. كان نسبة المشاركين معانا حوالي 14200 تقريبا، كتير منهم أعلننا عن الامتحان، امتحن نجحوا دخلوا في الترم الثاني. النهاردة بقى بنكرمهم بعد مجهود كبير وماراثون كبير، درسوا معانا وتعبوا واجتهدوا. حقيقة كانت فكرة رائعة بدأناها من 2022 بداية الصوم الكبير، وكانت بداية حلوة خالص متقسمة لحضرة صاحب النيافة الأنبا بابلي وأبونا أنطونيوس وضعفي، وكان عبارة عن 60 ساعة متقسمة لجزئين 30 ساعة في 30 ساعة. كانت رسالة حلوة اشتركوا فيها عدد كبير يتراوح بين عددهم من 13 إلى 14 ألف، أمريكا وكندا والدول العربية ومصر. فحاجة حلوة قوي ان يجي سيدنا البابا بنفسه ان هو يكرم هؤلاء ويشجع دراسة الكتاب المقدس. لما دخلت في الدراسة لقيت حاجات جديدة جدا وحاجات مفيدة جدا وحاجات شيقة جدا، انا استمتعت كتير وعرفت كتير وكنت محتاج ان انا اعرف اكتر واكتر، وكان كل جزء بيعدي كنت بنتظر الجزء اللي بعديه، وده كان شيء مشجع جدا ليا ولحياتي انا شخصيا. المسابقة بصراحة كانت مفيدة جدا، خاصة ان هي بتيجي في فترة الاجازة، كان فيها 7 كتب كلهم مواضيع مختلفة ومثمرة وجميلة جدا ودسمة. الاحتفالية تضمنت فقرات عديدة منها مجموعة من الترانيم لفريق كورال قلب داود وفيلم تسجيلي عن مركز إيمي للتعليم المستمر وكلمة للأب القمص أنطونيوس فهمي المشرف على المركز وانطباعات وآراء الدارسين. أشاد قداسة البابا في كلمته بعمل المركز وجهود كافة العاملين فيه، وقال إن الكتاب المقدس هو منجم لقالق وروضة للنفوس، واختتم الاحتفالية بتسليم الخريجين شهادات التخرج وأخذ معهم الصور التذكارية وسط أجواء مفرحة.